كما زار السيد اللواء بعض قاعات الدراسة والمخابر وحضر جانبا من الدروس والنشاطات الرياضية للأشبال ليلتقي بعدها إطارات وأساتذة المدرسة، حيث حثهم على بذل جهود أكبر في سبيل تكوين هؤلاء الأشبال باعتبارهم يمثلون إطارات المستقبل الواعد. المجد والخلود لشهداء الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. سعد عبد الرحيم. عبد الرحيم صحة. وش من سنة؟ سنة في المتوسط. أهلا وسهلا، ربي يوفقك إن شاء الله. جاب تراي تراي أي وان تو نار نار.